بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أحد السامرية حسب ترتيب كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وحسب ترتيب الآباء، والكنيسة بتسمي أحد السامرية حد النص، يعني خلاص احنا في نص الصوم الكبير المقدس. قصة السامرية او احد السامرية هو الحد الرابع من الصوم الكبير زي ما رتبته الكنيسة. وانجيل المرأة السامرية ده مأخوذ من الاصحاح 4 من انجيل معلمنا يوحنا، و الأصحاح ده بيعد الفصل الثاني من فصول التوبة، الفصل الثاني من فصول التوبة. في الفصل الأول اللي قريناه الحد الماضي، في الحد اللي فات هو أحد الابن الضال. ففي أحد الابن الضال، الابن الضال يمثل توبة الخاطئين من الرجال، والمرأة السامرية تمثل توبة الخاطئات من النساء. في موضوع المرأة السامرية نرى أولا قصد الله في خلاص الإنسان، قصد الله في خلاص الإنسان، يعني مخلصنا الصالح ربنا يسوع المسيح له المجد ذهب للمرأة السامرية أو ذهب إلى السامرة قاصدا. ومعنى قاصدا يعني أن المسيح له المجد لا يتصرف تصرفا إلا أن يكون هذا التصرف مقصودا، ما راحش كده صدفة، فراح للمرأة السامرية قاصدا. ولما نقول قاصدا يعني أن ده منهجه وتدبيره وسياسته، لأنها سياسة الإبوة والرعاية الصالحة، فلم يكن ذهابه إلى السامرة صدفة. والدليل على كده إن عندما مر بالسامرية وشاف إن في السامرة له صيدا، قصد الذهاب للسامرة لأن له في السامرة صيدا، وهو الآب الذي نزل خصيصا من السماء ليفتقد الإنسان. فمن تدبيره ومن حنانه ومن فيض إبوته ورحمته أن يمر بالسامرة ويدخلها ويتكلم مع أهلها وأن يخلص منها من هو مستحق، ولكن مع حنانه لا يريد أن يفرض نفسه على الرغم منه، لذلك جلس على البير في بلدة السخار خارج المدينة. وهذه البلدة كان لا يدخلها إلا إذا طلب أهلها ذلك، مفيش حد يدخلها إلا لما أهلها يطلبوا ذلك. وهنا في موضوع السامرية الله لا يفرض ذاته، هو جاء بمحبته لأنه خلق الناس أحرارا. وهنا دليل في مرة أخرى حب يدخل مدينة أخرى للسامريين زي ما بيقول الإنجيل، فرفض أهلها أن يدخل السيد المسيح إليهم، يعني كان مرة يدخل مدينة تانية للسامريين فأهل المدينة دي رفضوا أن السيد المسيح له المجد يدخلها، والموضوع ده ضايق و غاظ تلميذيه يعقوب ويوحنا. ويعقوب ويوحنا قالوا ازاي ان سيدنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح عايز يدخل واهل هذه المدينه يرفضوه؟ ضايقوا قوي. فقالوا للسيد المسيح نريد ان تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينه. فبس كده السيد المسيح ليهم وقال لهم كده
لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأنني لم آتي لأهلك الناس، إنما أتيت لأخلص الناس، زي ما جه في إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 9:51-56 يقول الإنجيل إنه تحول عن هذه المدينة وتركها لأنه لم يشاء أن يدخل المدينة رغما عن إرادة أهلها. وده منهجه وسياسته حينما قال أنا واقف على الباب وأقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه وهو معي. أحبائي، جميل احترام لحرية الإنسان، بالرغم أنه كأب يريد الخلاص، لكن لا بالجبر ولا بالإلزام ولا بالقهر، لابد أن يكون بالاختيار. وكمان عايز ألفت النظر في حاجة، السيد المسيح له المجد لم يفرض ذاته، ليس دفاعا عن كرامته، لم يفرض ذاته مش دفاع عن كرامته، زي ما بيحصل في أحد الأحيان إنسان يمتنع إنه يروح مثلا مناسبة ويقول لا ده أنا لي كرامة، فلان ما دعانيش، فلان ما دعانيش، كل واحد له كرامة. لا، السيد المسيح مش كده، لأنه حتى لما بيقول أنا واقف على الباب وأقرأ إن فتح لي أحد أدخل، وضع نفسه في وضع كأنه يسأل وكأنه بيطلب شيء، كأنه بيسأل وكأنه بيطلب شيء. هو بيطلب، ولكن هو ما بيطلبش شيء مادي، ما بيطلبش ماديات، ولكن هو بيطلب خلاص الإنسان. لكن مع أنه بيطلب خلاص الإنسان ما بيفرضش ذلك، ليس بنوع الدفاع عن كرامته كما نفعل نحن كبشر، لأنه أذل هذه الكرامة. المسيح له المجد أذل الكرامة حينما نزل إلى الأرض. وأيضا السيد المسيح له المجد قبل صورة العبد وأخلى ذاته من صورة الرب، وقبل أن يهان، وقبل أيضا أن يضرب، وقبل أيضا أن يبصق على وجهه، وقبل أن يشتم، وده كله بسبب حبه للإنسان. حتى عندما لما راح لبركة بيت حزدة لم يفرض الشفاء على مريض بركة بيت حزدة، ولكن قال له كده أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ ليه يا رب السؤال ده؟ يقول علشان أؤكد إرادة وحرية الإنسان في قضية الخلاص. وعايز في حرية، لكن لكل شيء تمن. الله عايز وبيدينا الحرية، ولكن لكل شيء تمن. فالله يترك الإنسان حرا، ولكن لابد أن يكون هناك ثمن لهذه الحرية. لو استفاد الإنسان أو لو انتفع أو لو استثمر هذه الحرية لخيره وخير الآخرين، ولكن أيضا لابد أن تكون له عقوبة إذ لم يستخدمها أو إذ لم يستفيد منها وينتفع منها أو يستثمر هذه الحرية لخدمة وخير الآخرين، فله عقوبة إذ لم يعرف أن يستفيد من حريته. فيه طريقين، طريق الحياة وطريق موت، وعليك بالحرية تختار ما تشاء، إما الحرية إما الحياة وإما الموت. وهنا وقف السيد المسيح وجلس على البير خارج المدينة وتقابل مع المرأة السامرية، والتلاميذ راحوا لإحضار الطعام، والسيد المسيح أخذ وقت طويل يتكلم مع المرأة. وعندما جاءوا قالوا له قم يا معلم كل، قم تناول الطعام. فالسيد المسيح له المجد قال لهم إيه؟ لي طعام آخر لستم تعرفونه أنتم، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. والسيد المسيح بدأ الحوار يقول للمرأة أعطيني لأشرب، ودخل معها في مناقشة، وهي تقول له كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا سامرية والسامريون لا يخالطون اليهود. واستمر حديث طويل مع المرأة، ومع ذلك لم يشرب.
كان عطشه لشيء آخر، هو أب جاء من السماء وهو في غنى عن هذا الماء، وقال للمرأة أن من يشرب من هذا الماء يعطش، أما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش إلى الأبد. هو عنده الماء ويقدر أن يعطي ماء الحياة، لكن هو عطشان لحاجة تاني، هو عطشان لخلاص هذه المرأة وخلاص أهلها، وده هو اللي هيشبعه، وده هو اللي هيشبعه. وقال لها: لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه ماء الحياة، لو كنت تعرفين. قالت له: إيه هل أنت أعظم من أبينا يعقوب اللي أعطانا البير وشرب منها هو وأولاده؟ وهنا السيد المسيح لم يقل لها نعم، ما قال لهاش أنا أعظم من أبونا إبراهيم. وليه؟ إنما قال لها: من يشرب من الماء لا يعطش. ليه؟ لأنه حب إن هو يبعد عن الجدل وعن التفاخر اللي بعد سواعب يدخل فيه الإنسان، لكي يبين إنه أعظم من غيره، وده اتضاع من ربنا يسوع المسيح. فقالت له: طيب مدام عندك هذا الماء ادهولي علشان مجيش هنا تاني، اديني هذا الماء علشان مجيش هنا تاني واستريح. إن السيد المسيح قال لها: اذهبي وادعي زوجك، مش هديك لوحدك هذا الماء، لاني انا عطشان مش بس الى خلاصك انت، ولكن انا عطشان الى خلاصك وايضا خلاص زوجك وخلاص الاخرين ممن تعاملت معهم. عايزها تاخد ماء الحياة ليها ولغيرها. وهنا في الموضوع بتاع المرأة السامرية رسالة للسيدات: ممكن الزوجة تواظب على الكنيسة وزوجها بعيد عن الحياة الروحية، فالمسيح بيقول لها: اذهبي ادعي زوجك، فإن كنت تعرفين طريق ربنا فلابد أن تجعلي أقرب الناس إليك الذي صار معك جسدا واحدا وهو زوجك، لأن لابد أنك أنت تحضريه، اذهبي ادعي زوجك. فالمرأة طبعا قالت له: ليس لي زوج. وبعدين ذهبت المرأة تقول لأهلها: تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. فانتقلت إلى دور إنها تعرف الآخرين وتستدعي الآخرين بالمسيح، وخرجوا حضروا بإرادتهم، لكنها كان لها فضل إنها تحركت لتعمل شيئا. وفي قصة المرأة السامرية نتعلم أن السيد المسيح أب وراعي وطبيب، لم ينتظر حتى يذهب إليه السامريون، لأن السامريين ممنوعين أن يذهبوا إليه وممنوعين أن يذهبوا إلى أورشليم إلى اليهودية، فذهب هو إليهم، ذهب هو إليهم من كتر حنانه وحبه، وأثمرت هذه الزيارة ثمرا كبيرا، فالمسيح كسب المرأة إلى حظيرة الخلاص، ولكنه بعد ذلك كسب أهل السامرة جميعا، حتى إنهم أخذوا يترجونه أن يبقى معهم، وبقي معهم يومين، حتى إنهم قالوا لها: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن به، إنما لأننا رأينا وشهدنا أن هذا هو مخلص العالم. فجاءوا وسمعوا منه وتعلموا منه مباشرة وآمنوا به، ووعظهم وقبل توبتهم وعمدهم وأدخلهم إلى حظيرة الإيمان. وفي قصة المرأة السامرية أيضا نرى المسيح له المجد، المعلم والخادم والطبيب والراعي، ونشوف ده في المدخل في الأسلوب، أسلوب الراعي، أسلوب الأب، يدخل بمقدمة، والمقدمة تبدأ بالمساءلة السهلة، وده من صفات المعلم، يبدأ بالسهل ثم ينتقل للصعب من المحسوس إلى غير المحسوس. وفي موضوع المرأة السامرية السيد المسيح مدح فضيلة الصدق فيها، ماليش زوج
قال لها أنت امرأة صادقة، ومدحها على الرغم من أنها امرأة ساقطة لم يجرح شعورها. كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس زوجك. هذا قلت بالصدق. السيد المسيح له المجد أظهر أن للمرأة فضيلة، فأراد أن تتمسك بهذه الفضيلة لأنها مدخل للفضائل العليا. وهنا بيعلمنا وبيقول لنا كل إنسان حتى لو كان لص، حتى لو كان سفاح، حتى لو كان نجس، حتى لو كان مجرم من أي نوع، ليس كله شر، لابد أن فيه ناحية حسنة، وندخل إليه من هذه الناحية لنكسبه ونرفع معنويته علشان ما يصابش بالإحباط واليأس. لا أنا ولا أنت وأنت ممكن يكون فينا نقطة جميلة نستغلها في طريق للخلاص. الله ينظر إلينا كأب أولا وكطبيب أولا، لا ليتشفى منا ولا لينتقم منا ولا لكي يفضحنا في حياتنا وسيرتنا أو يعرينا، وإنما كأب طبيب ينظر إلى صفة جميلة فينا. وفي موضوع المرأة السامرية أيضا بنشوف إن المرأة السامرية تفتح الطريق أمام كل خاطئ، تفتح الأمل أمام كل بائس، أمام الإنسان الذي يظن في نفسه أنه قد هلك وأنه قد تدمر وأنه قد تنجس، تفتح الطريق حتى لا ييأس الإنسان من الخلاص ويعرف أن فيه نقطة أو فيه فضيلة معينة، نقطة بداية للخلاص. لو أنه بدأ منها يقدر يبعد كل عوامل الفساد في حياته ويعود من جديد. والتوبة يا أحبائي هي العودة من جديد، فالتوبة هي الرجوع. ولذلك قصة السامرية تتلى في الصوم الكبير، لأننا في فترة تعبد فيه بنحتاج للتوبة والمراجعة، وإلى أن نغسل حياتنا وأخطائنا في دم السيد المسيح، نغسل حياتنا في سر الاعتراف، في سر التناول. وسر الاعتراف وسر التناول هو المغسل أو هو المطهر اليومي، دمه يطهرنا من كل خطية. نفهم منه دور المرأة ونظرة المسيحي أو المسيحية للمرأة. المرأة مخلوقة في غاية الأهمية، ومن أجلها جاء السيد المسيح أيضا، ومن أجلها يتجسد لخلاصها. وللمرأة قيمة في المجتمع وفي الكنيسة المسيحية، لذلك ذكر الكتاب المقدس أنه كانت هناك نساء يخدمن من أموالهن. وفي إنجيل معلمنا لوقا 8 المرأة لها خدمة للمسيح وخدمة للكنيسة. فالمرأة تستطيع أن تخدم بأشياء كثيرة جدا، تخدم النساء في الخدمة الخارجية، خدمة الفقراء وخدمة المعوزين وخدمة المحتاجين، وأيضا خدمتها في تربية أولادها. وكانت المرأة السامرية باب وطريق لخلاص زوجها وأهل بيتها ولكثيرين بتوبتها. ربنا يا أحبائي يعطينا حياة التوبة والحوار الهادف مع السيد المسيح الذي يقول لنا كل هلما نتحاجج، يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض أكثر من السلج. لإلهنا المجد الدائم الآن وإلى الأبد، أمين. كل سنة وأنتم طيبين.